الحقيقة قبل ما أبدأ البرنامج عايزة أقول لكم أنا كنت في زيارة سريعة كده بسجل برنامجنا التلفزيوني بيت للكل في الأردن، وبما أن احنا بنتكلم عن الإغلاق فالأردن عندها حظر تجول يبدأ من السابعة، والحقيقة أنا كنت معجبة جدا بالشعب الأردني بالالتزام، كمية الالتزام اللي موجودة في الشارع الأردني وكمية احترام القرارات، والناس بتلبس على فكرة كمامتين يعني زي ما بيقولوا دبل كمامة علشان هم عايزين بجد تنتهي هذه الموجرة، وكمان بدأ التطعيم والناس ملتزمة. فصدقوني يمكن احنا في مصر وبقالهم فترة عندهم إغلاق، طبعا المحلات بتقفل 6 والحياة بتنتهي في 7، الناس بتفطر 7:30 في الأردن، ومن الساعة 7:30 كل الناس في البيوت ملتزمة علشان يعدوا الأيام دي بسرعة، هم يمكن قضوا رمضان كله بالطريقة دي. أنا سعيدة بقرارات أكيد مجلس الوزراء بإغلاق المحلات، وطبعا المحلات التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي من 9 مساء اليوم، لكن بالرغم من القرارات وبالرغم من المؤتمر الصحفي اللي كان مليء بالتفاصيل لدكتور مصطفى مدبولي، لكن للأسف أنتم عارفين أن الشائعات لازم تنتشر والناس تنشر وتكلم بعض ويبعتوا فيديوهات، انتشرت شائعات كتير بتقول أنه وعايزين نكذب الإشاعات دي لأنها بتقول طول الوقت حاجات مش منضبطة، لكن الحقيقة إن الحكومة نفت تماما فكرة إنه في حظر لحركة المواطنين ووسائل النقل خلال الفترة المقبلة، وطبعا الشائعة دي أكدوا إنه ما فيش أي فرض حظر على المواطنين، يعني حركة المواطن براحته في الشارع وما فيش وسائل النقل كلها موجودة زي ما هي والناس تقدر تتحرك، ولكن هي فكرة الالتزام، فكرة إن احنا ملتزمين. أكد كمان مجلس الوزراء التزامه التام بقرارات لجنة إدارة أزمة كورونا، واللي بتشمل غلق المحلات بس، ولكن والمقاهي الكافيتريات، عشان في ناس برضو بتقول طب المقهى طب الكافيتيريا، لا ولا الكافيتيريا ولا المقهى ولا المطاعم، دور السينما المسارح وما يمثلها كمان، يعني مثلا اللي بيعملوا ندوات في فندق، اللي بيعملوا حاجة في نادي، كل حتى في أندية كتير كمان بتغلق من 9. كل اللي أنا عايز أقوله أنه كمان بالنسبة للناس اللي بتسأل عن الحدائق، غلق الحدائق والشواطئ وحظر إقامة أي مؤتمرات زي ما قلت أو فعاليات أو احتفالات فنية وكل ده على فكرة لصالح مين؟ كله لصالح المواطن، فدي أهم حاجة نتكلم فيها، وصدقوني إحنا محتاجين ناخد بالنا من ده. صحيح كلنا عايزين نعيد وكلنا عايزين نبقى مع بعض، بس يعني صحتكم وسلامتكم أكيد أهم من كل شيء. كل القرارات دي الحقيقة بدأت من اليوم، وإن شاء الله الناس مستمرة حتى الجمعة 21 مايو، يعني من 6 مايو حتى 21 مايو، وأنا عارفة إن المواطن المصري أكيد هيلتزم وهنشوف التزام، وإن شاء الله يعدوا الأسبوعين دول على خير وما يبقاش في حركة التجمعات الكتيرة دي، نعدي كده بسلام وأمان بإذن الله. طيب خلينا بقى نروح لخبر تاني ونتكلم على مجموعة أخبار تانية ونشوف الحاجات اللي احنا عايزين نتكلم فيها هنقول ايه. طيب خلينا ناخد فاصل ونرجع نكمل معاكم بعد الفاصل. أهلا بكم مرة ثانية في 9، نعود ونتكلم بقى في هذه الفقرة عن الدراما. الماراثون الدرامي قارب على الانتهاء، يعني إيه؟ فضل أسبوع، يعني المسلسلات لسه بتعمل ترندات طبعا، ولسه المشاهد عالية ولسه الدراما عالية، ولكن إحنا في الأسبوع الأخير اللي هو الملخص، ملخص كل عمل، ملخص كل موضوع، ملخص مشاهد كتير، ده اللي هياخدنا للأسبوع الأخير للدراما. طيب تعال أفكركم بنتيجة الاستفتاء اللي قدمناه الأسبوع الماضي، وكان بين أفضل ممثل دور تاني بين الفنان سيد رجب والفنان محمد محمود. تعالوا كده عايزة أبص معاكم كده، شايفين الاستفتاء؟ سيد رجب 69%، محمد محمود 31%، وأنا بقول إن محمد محمود ده نتيجة تعتبر هايلة جدا، لأنه طبعا ده يمكن عمل سيد رجب عنده أكتر من عمل في رمضان، فتعتبر برضو نتيجة كويسة قوي. الاستفتاء الجديد بقى اللي احنا بنطرحه النهاردة معاكم هيبقى مستمر، استفتاء أفضل مسلسل صعيدي نسل الأغراب أم موسى. الاستفتاء موجود على صفحتنا على 9 ومنتظر فقط أن أنتوا تعملوا تصويت عليه. أخدكم بقى للفرح، الفرح اللي كل الناس اتكلمت عليه امبارح، مشهد زفاف غزل والخديوي في مسلسل اللي ملوش كبير. الحفلة كانت موجودة امبارح وعملت رد فعل كبير جدا على السوشيال ميديا، والناس بقى قعدت تعمل مزج
ما بين الحقيقة والخيال الدرامي. الحقيقة ان هم طبعا زوجين والخيال، ويمكن دي اول مرة يحتفلوا بجد، يبقى في فرح بجد. ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي كانوا الحقيقة في الفرح، وكانوا ما بيمثلوش، تحس ان الفرح طبيعي وعادي كده وجميل يعني. وطبعا عمر مطرب الشعب يغنى، عجبني اداء قوي طبعا ياسمين عبد العزيز، كانها اداء طبيعي يعني، زي ما قلت لكم بين الحقيقه والخيال الدرامي يعني، وبتبعت حب بقى وتقدير للخديوي. وعجبني جمله كمان الخديوي قالها كده في المشهد، قال لك ايه؟ قال له تعالى ارقص، قال له الخديوي ما بيرقصش. احب الراجل الجدع، الرقص ده بجد يعني يا رجاله، الرجاله ما بترقصش جدعان وكده. بس الحقيقه المشهد عمل رد فعل كبير جدا في السوشيال ميديا، والناس كانت مبسوطه بيه، نوع من انواع البهجه. النهارده كمان على السوشيال ميديا ويمكن على مواقع كتير جدا، حتى ياسمين عبد العزيز معلقه ومبسوطه من المشهد الفرح، وتحس وكانهم احتفلوا بجد مع الناس. طيب نروح بقى لمشهد مهم جدا، وهو ظهور الشهيد منسي وحركه كمين البرث اللي خطفت الانظار فعلا في الاختيار 2. الصوره دي كل ما بنشوفها الحقيقه بتعمل نوع من انواع الشجن جوانا، وبتعمل نوع من انواع كده يعني، بنبقى يعني عايزين ندعي، ونبقى عايزين نقول احلى كلام من جوانا واحلى دعاء للمنسي. لكن هي خطفت الانظار وموجوده على السوشيال ميديا، والناس الحقيقه علقت عليها، لانه زي ما انتم عارفين الاختيار محقق نسبه مشاهده عاليه جدا. طيب تعالوا بعد كده بقى نروح لكوفيد 25. انا قلت لكم طبعا خوف كوفيد 25 زي ما قلت لكم بيتكلم عن فيروس الكورونا، وطبعا انتم شايفين المشاهد شغاله، ولكن الحقيقه المشاهد بقى ايه؟ تحول الناس لزومبي في المسلسل عملت كده، خطفت الانظار، والناس بقى علقت اللي خاف واللي قلق واللي قال لك احنا ناقصين يعني انا بشوف انه طبعا يعني مغامره كبيره جدا ليوسف الشريف انه يعمل المسلسل ده في التوقيت ده. لكن احيانا علم النفس بيقول لك حاجه، انك لما بتعمل الاعمال دي في التوقيت ده بتشيل الرعب والخوف من الناس، وبتديهم فكره ان احنا نقدر كده يعني ايه نعمل نعدي يعني على كل ده. تعليقات الناس، بصوا الناس بتقول ايه مثلا، يعني يقول لك ايه؟ حقيقي يوسف الشريف بيعمل عظمه كالعاده، يعني الناس مبسوطه ومش قلقانه ومش خايفه، مش زي حالاتي يعني. طيب وده برضو، وحد بيقول ايه؟ حد يوقفني عن العياط بجد، انا مش قادر اصدق ان ده تمثيل. يعني يوسف شريف عنده جمهور كبير، فالناس بتتفاعل معاه قوي في التعليقات يعني، وانتم شايفين المشهد ده. طيب نروح برضو الظاهر ان احنا حفلات الزفاف يعني ايه كانت موجوده كتير الايام اللي فاتت دي، مشهد زفاف تاني في فيلم مسلسل موسى. وموسى طبعا سمية الخشاب ومحمد رمضان، او يعني موسى وحلاوتهم والفرح زي ما انتم شايفين اهم في الصوره، والناس اهي بتستعد فرح برضو، بس فرح من نوع تاني. وطبعا زي ما انتم عارفين الفرح ده محمد رمضان هنا يعني عمل كمان مفاجاه في وجود سمية الخشاب وهم بيرقصوا في الفرح. مين اللي غنى بقى في الفرح؟ احمد سعد. طبعا يعني ده ذكاء انه مصالحة على جو على ترند، يعني حاجات كتيرة كده هنتكلم فيها أكيد النهاردة. ولكن المشهد الحقيقة عمل تعليقات كبيرة، والناس تناولت المشهد والصور، والناس علقت عليها، ويبدو أنه عمل جو. وفي كلام كتير هقوله لكم مع سمية الخشاب لما تبقى معايا، ولكن برضو من الحاجات اللي عملت ترند جامد جدا على السوشيال ميديا بالفرح والمشاهد. البهجة كانت موجودة إذن في مشاهد الأفراح دي، الاثنين كانوا حلوين. تعالوا نروح لتعليق احمد سعد بقى بيقول ايه؟ فرح موسى فرحنا كلنا، مبروك يا حبيب قلبي. تحيه بقى، تحيه معلمين بقى جامدين لبعض. سميه بقى بترد وتقول سمعوني ده سميه هي اللي معلقه يعني، سمعوني زغروته لاحلى موسى وحلاوتهم. ما عندناش حد يزغرط في الاستوديو والله يا سميه، كنا زغرطنا لك. لكن هي اجواء التفاعل مع الناس، الترند بيعمل تفاعل مع الناس، وهنا الفنان اتغير، هو بيلاقي نفسه بيتفاعل على طول، المشاهد بيتفرج بيكتب والفنان بيعلق، فبيبقى فيه تفاعل، عامل زي اجواء المسرح، فيه تفاعل كده ايه مباشره. طيب تعالوا بقى نروح بقى للعبه نيوتن. في لعبة نيوتن بقى شخصية بدر سيد رجب الحقيقة عامل ترند مع نفسه من أول المسلسل في حاجات كتير جدا. وسيد رجب طبعا بالأقوال بتاعته بالحالة بتاعته وطول الوقت بيقدم إيه حاجات مختلفة يعني. إحنا كمان عارفين إن هو إيه رايق وبيعمل حاجات مختلفة، وبيقول تعالوا كده نشوف الناس بتعلق بتقول إيه.
واحدة مثلا كاتبة بتقول بدر ميد ماي داي، يعني خلى يومي حلو يعني بالكلام اللي هو بيقوله. والناس هنا بتقول انه دور رائع، يعني مبسوطين بالأداء والدور وحاجة حلوة قوي. التعليقات دي موجودة كلها على السوشيال ميديا. عايزة اقول لكم بقى ليه بنتكلم على الترند ده. الرسمة دي بتقول ايه؟ ماما عاملة ايه؟ لأن هو في مشهد كسر كده فراج وقال له اه طبعا انت ابن فلان الفلاني اللي هو ابوه، ومامتك اخبارها ايه؟ ماما عامله ايه؟ دي ماما يعني مفيش احلى من كده. فطبعا يعني هو هنا رمى لغز كبير جدا في المسلسل. ماما عامله ايه يا سيد رجب؟ قول لنا كده ماما عامله ايه؟ انت ابن عبد الرحمن الليثي. ازاي يا ماما؟ ست لطيفة لطف نادر. فيك شبه منها على فكرة. هي لطيفة لطف نادر، هي دي الدراما، تعمل حاجات والناس بتعلق والناس بقت على طول بتلقط الحاجات دي. بصوا قد ايه الصورة حلوة والناس معلقة ازاي، الناس جميلة والشعب الجميل ده. طيب احنا طبعا هنكمل معاكم ونشوف بعد كده، هنكمل معاكم الدراما. خلونا ناخد فاصل ونرجع نكمل معاكم ونشوف اخبار الدراما ايه واحنا تقريبا في الاسبوع الاخير من الدراما. خليكم معانا. في رمضان ده السنة دي الحقيقة يعني كان في وجوه كانت وحشانا كتير، وكنا مستنيين بقى ايه طلتها، لان اتعودنا ان احنا نشوفهم في رمضان ونشوف اعمال كتير، خصوصا الوجوه دي لما تكون كانت قدمت اعمال كتير متنوعه وكان ليها نجاح كبير جدا في اكتر من رمضان. معايا دلوقتي من مسلسل موسى النجمه والفنانه سميه الخشاب اللي وحشاني. مساء الفل يا سميه. يا حبيبه قلبي. يا حلاوتهم. مساء الفل يا حبيبه قلبي، ربنا يخليكي. كل سنه وانتم طيبين، كل اللي بيشوفونا دلوقتي طيبين وبألف خير يا رب. وانتي طيبه يا حبيبتي. سميه، دور حلاوتهم بقى هو دور بقى ايه؟ الست المصريه الجدعه الشعبيه اللي ليها دايما شخصيه كده قويه وليها سحرها. وطبعا انت بتعملي ده في مرحله الاربعينات، يعني مرحله يعني انت نفسك ما عشتيش فيها، ازاي قدرتي بقى تستوحي الشخصيه دي؟ وانا شايفاكي حاطه كده على حساباتك على السوشيال ميديا الملابس والشكل والتحضير، يعني ازاي رحتي للشخصيه دي؟ والله يعني انا حسيتها اول ورق كان واضح جدا. نصر عبد الرحمن كانت حاجه حلوه جدا جدا. طبعا عملت جلسه عمل مع محمد سلام المخرج، وقعد يوصف لي الشخصيه عامله ازاي وازاي هتبقى شكلها ومشيتها وطريقه كلامها وقصتها. وطبعا الدكتوره سامية عبد العزيز عملت شغل حلو قوي، واحلى لبس واحلى لوك، وبالظبط اللي بيعملوا ايه والحواجب شكلها ايه والفساتين موديلاتها عامله ازاي والشعر لونه ايه، كل التفاصيل دي ذكرناها بالحرف. والحمد لله سعيده ان ربنا وفقني نتابع شكل حلاوتهم بالشكل ده اللي عجب الناس قوي، وكان تيبيكال يعني مدية أربعينات. أنا كمان شايفة إن أنتِ استعديتي للشخصية وتفاعلك الحقيقة، يعني الناس كانت منتظراكي من أول الحلقات، يعني قعدوا منتظرين ظهور حلاوتهم أو سمية الخشاب في الحلقات من أوائل الحلقات، وما كانش ده بيحصل، بس أنتِ كنتِ إيه مع الناس على السوشيال ميديا، فيعني ظهرتي بعد ما الناس اشتاقت بقى يعني عايزين يشوفوكي. كان يعني في حماس جامد قوي على السوشيال ميديا، يلا بقى اطلعي، يلا بقى ما أعرفش أحط بكرة حلقة بكرة سريعة على الورق. كانت الحلقه العاشرة على الورق هي 11 على الشاشه، فاهمه ازاي؟ ان في ترحيل في المشاهد، فكلهم جالهم احباط كده قوي، بل انك فين البطله؟ فين سمية الخشاب؟ بعدين لما طلعت بقى الدنيا يعني الناس يعني مش عارفه اقول لك يعني والله شوف انا مبسوطه جدا جدا بجد، يعني بتفكرني بنجاحاتي بقى في عارفه في الحاجه المتولي وفي وسكينه وذوق الشاذ الحاجات اللي طبعا هي طبعا السرير بتاعي اللي هو ما بيتنسيش والناس بتشوفه لحد دلوقتي الحمد لله. طيب انا عايزه اقول لك، وانت بتقري على الورق، يعني احنا دايما بنسمع ان النجم لما بيلاقي نفسه متاخر قوي على الورق بيبقى عنده قلق، يعني انت برضو ظهورك في الحلقه ال11 بنتكلم على حوالي 20 حلقه، ده ما كانش عندك قلق ولا كان يهمك بس انه الشخصيه هي دي عجباكي بحجم الحلقات دي؟ لا انا ما بقيسش بالشبر ولا بقيس الدور عمره من الحلقه كام او كده، لكن هو بعد
يعني قصة الصراع اللي حصلت له في الصعيد والفيضان والقتل والطار والوجع القلب ده ومشدة أعصاب طول الوقت، انت كمشاهدة عمالة قاعدة على أعصابك وطول الوقت مشدودة. بعدين بتيجي بقى مدير ده هو بيسافر للقاهرة، بتبتدي أعصابك كده بقى، تشوفي الأحداث، تشوفي الصراعات من نوع تاني، تشوفي الحب، تشوفي المشاعر، تشوفي الرومانسية. فأنا كنت فاهمة ده كويس على الورق، يعني لأنه أنا خلانة فاهمة ده، فمفيش حاجة اسمها إن أنا متضايقة أو زعلانة أو متأخرة، لا لا خالص. بس هما نفسهم المخرج كان بيقول لي كنت أتمنى اقدم دور البدل لان طبعا الناس مش سائلك، فانا بيني يعني انا يعني كنت بحاول اعمل ده، ما عرفتش ان انا اطلعك قدام شويه، ما عرفتش، عندي واحده ثانيه فبس. لكن بقى بكثافه هي من الحلقه العاشره لغايه ان هي بقى انت حلاوتهم معاكي بقى في الصراعات. عموما عملتي تشوق، عملتي تشوق للناس، يعني الناس كانت منتظراكي بجد لحد ظهورك يعني. طيب انا عايزه اسالك بقى، واحنا بنشوف كنا على الشاشه معاكي دلوقتي مشاهد من الفرح امبارح، كان عندنا افراح كتيره الحقيقه في المسلسلات، والفرح ده كان جميل وكان حقيقي. اولا انت استعرضتي الفستان بتاعك كمان على السوشيال ميديا والناس علقت لك عليه وقعدتي تتغزلي في حلاوتهم وفي فرحها، ومحمد رمضان شالك، الاجواء كانت يعني طبيعيه ولطيفه يعني. كلمينا كده على المشهد اللي احنا شايفينه كده على الشاشه. بصي عايزه اقول لك حاجه، ان انا حسيت فعلا انه فرح بجد، لان انا وانا بعمل الميك اب وبلبس وكده طبعا التعديل للفستان مع دكتوره سميه والتاج، شفت ايه التفاصيل والكل ده هيبقى عامل ازاي، والميك اب لون الروج، شكل الطرحه، كانت حاجات دمها خفيفه قوي واتوفقنا قوي في الفستان وطلع سامبل وجميل. لكن يوم الفرح نفسه التصوير انا كنت متوتره قوي وانا بعمل ميك اب وقاعده اقول لهم اعملوا فين وشكله ايه، فنزلوا بس يشتغلوا معايا صوروا لي المكان. كنت حاسه انك عروسه بجد يعني، كنت اشوف وناس ومعظيم وفرقه وزفه وبوكيهات ورد ورقصه بشمعدان فرح، انت فاهمه؟ طب قولي لي يا سميه، انت كمان معلقه على السوشيال ميديا وقايله يا جماعه انا سعيده قوي، حاسه ان انا يعني عروسه بجد، والاول مره ابقى مبسوطه، يعني اول مره ابقى مبسوطه وابقى عروسه بجد. كل حاجه كانت بيرفكت وكل حاجه كانت حقيقيه قوي، والمخرج كان مهتم انه يعمل فرح حقيقي بجد، فانا حسيت بقى اني فاهمه. فكان الاداء كان عالي جدا. وبعدين محمد بيفاجئني كل شويه يشد، فجاه ما بيقولش انه هيشيل، يعني انت تستعدي انت فاهمه انك تنطي مثلا، طب يا ابني انا تقيل الله يهديك، انا ايه فجاه في المسلسل راح شايلني، وانا قلت لك هشيلك هتتقلي على الارض هتثبتها رجليك، ده وانا خلاص شايلك وخلاص. ففاجئني برضه بصراحه وراح شايلني، فحاجات كانت مشاهد كلها عفويه فاهمه؟ لا واضح العفوية جدا. وهيخليني كمان أسألك يعني مفاجأة أحمد سعد بقى، يعني دي فيها بقى مصالحة ولا ملطفة ولا ترند ولا قولي لي كده بصراحة، يعني احنا حبايب وصحاب يعني. ما حصلش ان احنا نكون ترند، بس احنا طلعنا ترند بس ما قصدناش خالص ده. محمد رمضان كان أحمد عرض عليه أغنية عجبته فاقترح ان هو يغنيها في الفرح بتاعنا أنا ومحمد، فلقيت محمد بيكلمني كان قبل ما ابتدي تصوير، قال لي سميه هيحصل اغنيه حلوه قوي لاحمد سعد، لو انت ضايقك الموضوع خلاص اعتبريه انتهى، انا ما اقدرش اضايقك، ما اقدرش اعمل حاجه تكون ضد يعني موافقتك، وانا بحترم واحترم مشاعرك، فانا ما ينفعش اعمل ده من غير ما اقول لك. وانا قلت اقول لك انا يعني ما تخليش حد كمخرج او اي حد هو اللي يقول لك، انا احسن اقولها لك بيني وبينك، فاني ما قلتلكيش حاجه لو انت ضايقتي الموضوع، قلت له بالعكس جو اهد ويلا ومبروك، وطالما الاغنيه عجباك قال لي هسمع لك، قلت له خلاص طالما عجبك اتكل على الله وربنا يكرم، وده رزقه يعني رزقه في ايه. بس اقول لك بصراحه هو في حلم، هو زعل انا قلت ده رزقه، طب ما احنا كلنا رزقنا النجاح مش طبعا. يعني هو احنا طبعا. كلنا ما بيجينا شغل، هو ده مش رزق، هو انا لما اطلع ترند ده مش رزق، هو انا لما اغني فرح في مسلسل ناجح ومكسر الدنيا هو ده مش رزق طبعا. كل حاجه في حياتنا حلوه رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى، بس الناس اتبسطت قوي يا سميه، مش هبعده عن درس ومش هضيعه منه، فلا يمكن. قال لي محمد تبصي نامي واصحي، ولو قمتي الصبح حسيتي ان انت تسرعتي قلت لي كلميني محمد انا خلاص مش هينفع وكذا، وانا هحترم ده وتمام. قلت له محمد خلاص ما برجعش لكلمتي، اتكل على الله، كلم احمد سعد عمل الاغنيه وان شاء الله كل حاجه تبقى جميله، انا مسامحه وانا سامحت كل الناس في حياتي اللي هم ممكن اكون كنت شايله منهم افيض بيني وبينهم مواقف او كذا، عشان انا كتافي كده حاسه انها خفيفه ما فيش حمل عليها، وبنام بالليل وانا في حاله سلام وصفاء مع النفس، فانا تمام. انا سميه عليا وعادي تمام، وتصورنا وكل حاجه.
انا عايزه اقف عند الكلمه دي لاني بجد مبسوطه منك، مبسوطه من حبيبي. كلمه مسامحه، وانا هاخده تصريح من التاسعه، سميه الخشاب تصالح وتسامح احمد سعد في فرحها في مسلسل موسى، ايه رايك في العنوان ده؟ اكيد جميل جميل، وانا فعلا انا مسامحه من قلبي ومسامحه كل الناس، اي حد في حياتي كلها يعني من اول يوم في عمري لحد اللحظه اللي بكلمك فيها دي انا مش زعلانه من حد ابدا ابدا ابدا. نعمل بقى مشاهد لكل الناس. لا بس عايزه اقول حاجه لك حاجه جميله، كمان، انه ريم البارودي، ريم البارودي كلمتني في رمضان، وهي هي المكير بتاعها هو نفس المكير بتاعي، فكانت بتكلمه وهو كان عادي بيعمل لي ميك اب، فقال لي ريم عايزه تقول لك كل سنه وانت طيبه، فانا اتفاجئت قوي فراح قال فبص لي كده قلت له هات التليفون. شيء جميل، انتوا في النهايه فنانين طبعا وهتلتقوا قلت له كل سنه وانت طيبه حبيبتي تكملوا وان شاء المسيره، الله موفقه والنصيب ده اولادك بتاع لطيفه ربنا. جدا وتمام. انا دلوقتي حاسه ان انا عصفوره فاهمه، مش زعلانه ايوه من حد ومش عايزه ازعل من حد، ولو حد زعلني هضحك في وشه هقول له شكرا تمام خلاص بقى. يعني انا يعني انا ده بعمله كمان، بحس انا لنفسي انه حاجه كويسه ان انا ما فيش مش هشغل نفسي بحد بقى مضايقني ولا طبعا حد زعلان طبعا ولا ما بعمل حدش انا ضايقك، ما تخافيش ما تخافيش. مرحبا حلوة طب انا كمان. عايزه اخدك لحاجه من كلامك اللي انت بتقوليه ده، يعني انا بيفكرني بحاجه، انت بتقولي انا حاسه انك انا عصفوره، انت كنت عصفوره دايما، يعني بدايتك في الضوء الشارد احلى عصفوره سعديه طلعت في احلى مسلسل، وانت النهارده في مسلسل صعيدي تاني ايوه ورجعتي ايوه عصفوره تاني، الفرق بقى والاجتهاد واني احافظ على نفسي وارجع لنفسي سميه الخشاب اللي بدات في الضوء الشارد، يعني بجد دي شطاره ومهاره. الحمد لله يا رب. هما بيقول لي انت خارجه من حدائق الشيطان وخارجه من غير سكينه على على موسى، شكلك ما اتغيرش ابدا وكده، مع ان دايما بيقولوا لي شكلك في الشاشه اكبر بكتير من الحقيقه، كل الناس بتشوفني قوي بيقولوا لي صغيره قوي وشكلك غير خالص ما بيطلعوكي وكده يعني، بس الحمد لله دي نعمه من عند ربنا انه ما يبانش علينا ان احنا يعني ما يبانش علينا سنه وما نكبرش او كده، لا دي خالص. هبه كبيره من عند ربنا سبحانه وتعالى اشكر مين يا عليها. سمية اللي عامل لك الفستان الحلو ده اللي في الفرح؟ دكتورة سامية، دكتورة سامية عبد العزيز اللي عاملة الأزياء كلها بتاع المسلسل، وهي اللي عاملة لي كل الفساتين في المسلسل ولبس الناس كلها، يعني دي أيقونة يعني في الأزياء وفي طبعا طبعا. الستايلينج، وهي عملت لي طوق الشارد كمان قبل كده، وعملت لي وسكينة، عملت لي كتير حاجات يعني ما شاء الله عليها. وعموما انت هنا كمان حتى محمد رمضان الناس كانت مبسوطه وعلقت كتير قوي عليكم وهو شايلك وقالوا لك مبروك واحلى عروسه، ويعني يعني كان في عرايس كتير امبارح، يعني برضو ياسمين عبد العزيز بركلها برضو ياسمين عبد اتجوزت، كلكم العزيز صح. اتجوزتوا امبارح. حلو حلو، ربنا يفرح الناس كلها بتتفرجي على ايه يا سمية في رمضان؟ ما كانش عندي وقت لاني لسه مخلصه صدقيني، فانا حتى موسى ما ما كانش كنتش عندك بشوف وقت حلقاتي، ما كنتش بشوف حلقاتي، كانوا صحابي بيبعتوا لي مشاهد على التلفزيون بعد رمضان على واتشت بقى تتفرجي زي ما انت عايزه. باذن الله. اكيد اكيد ان شاء الله يا رب. سمية أنا سعيدة جدا، وإن شاء الله نلتقي بقى بعد ما يخلص العمل خالص، تيجي بقى كده تنورينا وناخد وندي، لكن أنا سعيدة بيكي جدا، كملي النجاح وكملي التألق ودايما إلى الأمام، وسعيدة كمان إن أنتوا الحقيقة مسلسل برضو، يعني قبل بس ما أسيبك، مسلسل موسى محقق كمان صورة عالية جدا، يعني الصورة مع محمد سلامة عالية جدا، يعني هو مخرج الأربعينات مبدع بصراحة، والتفاصيل حاجة ومحمد محترمة مختار جدا يعني. تصوير عظيم عظيم يعني بصراحة، الناس كلها كانت جميلة واللوكيشن كان جميل، وكان فيه هدوء نفسي وسلام كده وحالة كده جميلة، كلنا كنا حابين وما كانش عندنا حاجة بتعطلنا، كانت أمورنا لو كلها عدت بخير. التجربة سمية تشتغلي تاني مع النجم محمد رمضان؟ الكيمياء أكيد بينكم شكلها حلو. أكيد أكيد طبعا طبعا، هو نجم جميل ومتعدد المواهب، وأنا بقول لن يكتشف بعد، عنده إمكانيات لسه ما طلعتش، وانا اكتشفت فيه مواهب، اكتشفت فيه انه كوميديان ده فظيع، بيعمل حاجات يعني بقول له انت لازم يعني تركز على المسرح، لانك انت على المسرح هتقلب الدنيا، لانه عنده موهبه كوميديه بشكل مش طبيعي، مرات في المشاهد بضحك يعني نص المشهد تبقى بقوم فرصة بالمشهد لو بضحك. نشوفه في عمل كوميدي يعني. طب أنا عايز أختم مع حلاوتهم اتفضل. الجدعة المصرية بنت البلد، وهي بتبعت رسالة لموسى، معلمة حلاوتهم هتقول لي إيه لموسى من التاسعة؟ هقول له يا ندام هبقى انا موجوده وحد يقدر يجي ناحيتك، ده انا ضيع عمري عشانك. كمان ضيع عمري عشانك. طيب يا سمية أشكرك جدا يا سمية، ودايما متألقة ونلتقي إن شاء الله قريبا في التاسعة. حبيبة بشكرك كل قلبي سنة كل وأنت سنة وأنت طيبة، طيبة يا حبيبتي، كل اللي بيشوفونا بخير وطيب. وكملي فرح وتغزل، وسمية بتتغزل في نفسها كل يوم بالصور طبعا على صفحتها على لازم السوشيال أقلع ميديا نفسي، أنا وخفة ربنا دم خلقني كبيرة قوي يعني. فكرمني، فلازم أنا كمان أقلع نفسي.
بشكرك يا سمية، كل سنة وانتي طيبة. قلبي وانتي طيبة، ميرسي. وتعالوا كده ناخد فاصل ونرجع نكمل كلامنا. زي ما قلت لكم الماراثون الدرامي الرمضاني مكمل، احنا في الاسبوع الاخير، فاذا المسلسلات بتبدا تقدم حلول، بتبدا تقدم خلاص المشاهد يعني لو في حاجه بقى صعبه في مشهد بتتحل، لو في خيط بنوصل لاخره. فاحنا ده الاسبوع الاخير اللي هو اسبوع النهايات، اللي هو هنشوف كل مسلسل الخيط الاخير هيوصل لفين. فاصل ونرجع نكمل معاكم التاسعه. دراما رمضان فيها مجهود كبير جدا، بنشوف نجوم كل المسلسلات دي. كل نجم بيدخل اي مسلسل اكيد بيبقى عايز يعمل دور مختلف، وعايز يحقق نجاح، وعايز يوصل لقلوب المشاهدين. النجم اللي هنكلمه نجم كبير جدا، وصل لقلوب المشاهدين من خلال دراما رمضان، تألق في اول مشوار ليه في العائله ودخل القلوب ودخل البيوت على طول، وفضل متألق في كل رمضان. مش ممكن ننسى لن اعيش في جلباب ابي، لغايه دلوقتي لما بيتذاع بيحقق هو نفس النجوميه زي ما بدأ، ولا فارس العزايزي اللي أبكى مصر كلها في الضوء الشارد. النجم الكبير محمد رياض بيتألق في دور الشيمي في مسلسل النمر. مساء الفل يا محمد. أهلا 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 وسهلا. بجد أنا ببقى سعيدة لما بنشوفك على شاشة رمضان، وليك سحرك وليك خبرتك، وأنا شايفة أن وجودك في مسلسل النمر عامل إضافة كبيرة وعامل تقل للمسلسل مع النجم محمد إمام. أنا بشكر طبعا، بشكر حضرتك جدا وبهنيكي طبعا على برنامج التاسعة، ودايما كده يا رب التلفزيون المصري بتاعنا منور كل الفضائيات العربية كلها، والتلفزيون المصري هو بيتنا الحقيقي اللي احنا يعني طلعنا فيه، وهو كان صاحب الفضل على كل الفنانين اللي موجودين من خلال التلفزيون المصري. بهني طبعا حضرتك تاني على البرنامج التاسعة. بشكرك والله بشكرك. الله الله. طب قبل ما نبدا الكلام بقى، بما انك قلت بيتنا والتلفزيون المصري حبيبنا، انت عارف احنا فين؟ احنا في استوديو 10، وانا عارفه ان انت عندك ذكريات كتير قوي في استوديو 10. كلمني سريعا كده يعني جدا عن احلى ذكريات ليك في استوديو 10. طبعا المشاهدين ده ديكور التاسعه، بس استوديو 10 كان بيعمل احلى المسلسلات، كلمني عنها. استوديو 10 ده من اجمل الاستوديوهات تقريبا في الشرق الاوسط، يعني استوديو كبير وواسع. وطبعا كانت اول حاجه لي ذكرياتي معاه كان اول مسلسل اللي هي مسلسل العائله، وذكرياتي طبعا كانت مع الاستاذ محمود مرسي والاستاذ عبد النعيم مدبولي والاستاذه خيريه احمد وليلى علوي وانا عشت كتير في الاستوديو ده. الاستوديو ده ليه ذكريات جميله جدا عندي، ومن احب الاستوديوهات الى قلبي. أكيد يعني كنت موجود في ديكور من الديكورات اللي كانت بتبقى موجودة في استوديو 10، يعني هو شهد نجاحك الأول. ده حقيقي، ده حقيقي. طيب نرجع بقى لدور الشيمي، إيه حكاية الذهب ده؟ أنت أستاذ يعني. كلمني عن الدور ده وعن أنت ومحمد إمام واللي حاصل في المسلسل وتألق نرمين الفقي. الحقيقة أنتوا عاملين حالة لطيفة والناس معجبة جدا بالعمل. الحمد لله طبعا، يعني المسلسل الحمد لله يعني حقق نجاح كبير جدا، وتقريبا كل البيوت بتتفرج عليه، كل الناس يعني مش فئه معينه، كل فئات المجتمع بيتفرجوا عليه. هو مسلسل اجتماعي اكشن كوميدي، طبعا تاليف محمد صلاح العزب واخراج شيرين عادل، والكرو اللي موجود في العمل ده هو سر نجاح هذا العمل. طبعا بعد الكتابه والاخراج الكرو نفسه والروح الرائعه اللي كانت موجوده في العمل ده، الناس كلها كانت عايزه تعمل شغل كويس، الناس كلها حابه ادوارها، الناس كلها بتجتهد على قدر امكانياتها، روح التنافس كانت موجوده، روح الحب اللي كان موجوده بين الناس وبين كرو العمل، من اول عمال بتوع الاستوديو الى اكبر واحد، الحقيقه كانت روح حلوه جدا. محمد امام يمكن اول مره انا وهو نشتغل مع بعض. محمد ممثل مجتهد جدا، موهوب، بيحب شغله قوي، لطيف، خلوق، محترم.
فالحمد لله يعني كانت تجربه بالنسبه لي تجربه رائعه جدا جدا جدا، والحمد لله ربنا كمان كملها بنجاح هذا العمل. ده جميل، واكيد كمان الناس اللي ما كانش عنده فرصه لانه اعمال كتير قوي في رمضان هيبقى فيه فرصه. انت بتهتم بموضوع الترند والناس بتقول ايه على السوشيال ميديا، ولا بتبقى مركز في العمل لحد ما ينتهي؟ والله مؤخرا بقيت اهتم، يعني ما كنتش الاول بهتم قوي، لكن مؤخرا بقيت اقرا الحاجات اللي بتكتب وكده، فالحمد لله يعني الناس كتبت كويس قوي، وحصل احتفاء كويس كبير كمان بالدور بتاع شيرين رضوان وبالمسلسل طبعا قبل حتى الادوار. لا بقيت بتابع دلوقتي، وسعيد جدا 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 بردود الافعال، وبشكر كل حد يعني كتب كلمه حلوه ليا، انا بشكره جدا. محمد رياض دايما كده اكون عند حسن ظن الناس بيا. يعني محمد رياض انت فنان كبير وجميل ومن الوجوه اللي بتتالق على شاشه رمضان دايما، انا بشكرك، ولينا لقاء اكيد ناخد وندي ونشوف احوال الدراما ايه ان شاء الله بعد رمضان، بالتوفيق وبالنجاح بعد انتهاء المسلسل باذن الله. سعدت جدا بيكم النهارده، وسعدت ان احنا اتكلمنا في حاجات كتير. طبعا الدراما تستحق حلقات وحلقات من المشاهد، من المجهود، من كل حاجه بتقدم، مش بس حتى اللي احنا بنلتقي بيهم، احنا بنحاول بس نجيب يعني تعليقات الناس، لكن اكيد في اعمال كتير، وان شاء الله هيبقى بعد رمضان حتى هيبقى فيه تفاصيل ونقدر نتكلم اكتر عن صناعه الدراما واللي حققته واللي وصلت يعني نعمل كشف حساب كده، نقدر ناخد وندي ونسمع صوت المشاهدين، وده يمكن يكون ان شاء الله بعد انتهاء الحلقات كلها وبعد شهر رمضان. سعدت بيكم جدا، اتمنى ان انتم تكونوا النهارده كنتم معانا في لقاء التاسعه، وان شاء الله التاسعه دائما مستمره معاكم. تصبحوا على الف خير، بشكركم، انا شفكي المنيري، ولكم مني ارق التحيات.